أحسن الله إليكم. يقول عين عين سين أرسل بسؤالين: شخص قريب لي يملك أرض ويأتيه غرماء له فيردهم بحجة أنه لا مال له، وهو أيضا يريد بذلك أن ترتفع قيمة الأرض حتى يسدد لجميع الغرماء، فإذا سألني أحد الغرماء عما يملك هل يلزمني أن أخبرهم عن ذلك؟ نعم، هو مطالب بالدين ولا يؤخر الدين إذا كان عنده أرض لها قيمة وقد حل عليه الدين وليس عنده ما يسدد به، فإنه يجب عليه أن يبيع الأرض وأن يسدد للغرماء ولا يماطل بهم. نعم.